مؤشر إيفو الاقتصادي أشار لتراجع ثقة الأعمال في ألمانيا من 108.5 نقاط المسجلة في مايو أيار الماضي إلى 107.4 نقاط في يونيو حزيران الجاري. وكان المحللون الاقتصاديون قد توقعوا تراجعا يصل إلى 108.1 نقطة. هذا التراجع للشهر الثاني على التوالي يدل على تأثر أكبر اقتصاد في أوروبا بمخاوف المستثمرين جراء أزمة الديون اليونانية.